السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه getimage.ai، هو موقع عام تقدر تكتب اي تكست ويبدأ ان هو يعمل لك الصور بتاعته، لكن هو مخصص كده صفحة للاركتكتشر تقدر تصمم من خلالها صور. في جزء ان انت تديله سكتش، حاجات مرسومة كده بالشكل دوت، ويعمل لها ريندر بالشكل الجميل دوت. في برضه جزء خاص بالريد ديزاين، ان انت ترفع له صورة وهو يبدأ ان هو يعمل لها ريد ديزاين. في خاصية برضو ريد ديزاين اكستيريور، يعني انتيريور واكستيريور، وتقدر يساعدك في ان هو يعمل لك مثلا حتى اللاند سكيب مثلا، تقدر ترفع الصورة وهو يبدأ ان هو يشتغل عليها. هتلاقي هو عامل لك كده يوز كيس اركتكتشر، جزء خاص بالاركتكتشر. هو بيديك 100 صورة في الشهر بشكل مجاني، لكن لو انت عايز اكتر تقدر تحصل على اللي انت عايزه. طيب بقول له انا عايز ادخل اهوت. طيب خليني اقول له AI generator، وتبدأ بقى تخش تقول له انا عايز مثلا، عايز صور خاصة بالمباني العربية مثلا او اي مباني انت عايزها. دي صور انا كنت عاملها زمان. طيب خليني اجي هنا واقول له انا عايز مثلا وايت هاوس ان عربي ديزاين. تمام، ولو عندك صورة تقدر تعمل ايمج وترفع الصورة اللي انت عايزها. النيجاتيف برومت بيبدأ يستثني بعض الصور. هيبدأ يعملك كذا صورة وتبدأ تشوف اي صورة اللي شكلها حلو وتقدر تعتمد عليها. اهو جابوا كده البيت الابيض. تمام، طيب اعمل اعادة للتصميم بتاعه. تقدر بقى تعدل زي ما انت عايز. خلاص بلاش وايت هاوس، خليها هاوس ان ارابيك ديزاين انسايد جرين اريا. انت هقدرها كده. بدأ يعمل لي الصور بالشكل دوت. طيب كنترول نت ده بيديك تحكم في الشكل نفسه، فتقدر ان انت تديله صورة معينة هو يحاول يلتزم بالحدود بتاعت البيت او شكل البيت او كأن مثلا بتديله حركة شخص ويبدأ ان هو يلتزم بيها، زي مثلا شايف القطة كده. كنترول نت يخليه ياخد نفس الصورة اللي هتتكون جديد، تاخد نفس الشكل. يعني ادينا له مثلا شكل الكرتون دوت، الشخصية الكرتونية دي مش فاكر ايه، فهو ياخد الخطوط العريضة بتاعتها ويبدأ يخليك القطة تاخد نفس الشكل. دي الفكرة من كنترول نت، ودي من الأدوات اللي بتسهل جدا في الاستخدام. طبعا ما تنساش ان عندنا موديل هنا، تقدر تدخل وتغير الموديل بحيث يجيلك ستايل مختلف تماما. تبدأ بقى تختار الحاجة اللي انت عايزها، مثلا ديزاين. ممكن تقول له انا عايز حاجه مثلا انتيريو ديزاين او برودكت ديزاين، وتقول له جنريت. فيبدأ يعمل لك بالشكل دوت.